تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلق مستشفى الملك حمد الجامعي الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم تحت شعار فرصتك للشفاء، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مجمع سيتي سنتر. حيث افتتح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة فعالية الحملة بحضور سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وكبار المسؤولين والأطباء المتخصصين والمشاركين في الحملة. تهدف الحملة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سرطان القولون والمستقيم التي يقيمها مستشفى الملك حمد كل عام بمشاركة العديد من المؤسسات والمستشفيات، وتتضمن العديد من الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية والتثقيفية حول هذه الأمراض بهدف حث المواطنين والمقيمين ممن تفوق أعمارهم 45 عاما في الحملة والاستفادة منها للتأكد من صحتهم، وذلك لأهمية الكشف والتشخيص المبكر وأثره في شفاء الحالات. وأشار الدكتور عمر شريف استشاري الجهاز الهضمي والكبد نائب رئيس الأطباء في مستشفى الملك حمد الجامعي أن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم تهدف إلى رفع التوعية لدى المجتمع وحث الفئة المستهدفة لعمل الفحص اللازم عن طرق تحليل الفحص المختبري. هذه الحملة حق المسألة الكشف المبكر لحالات سرطان القولون الحق هذه يعني شيء ابتديناه من حمل أكثر من سنة، وهذا شيء الحق شيء مفيد جدا وشيء مهم جدا، لأن احنا من مهمتنا نكتشف الأمراض قبل تطورها وقبل أن تصير يعني أمراض مستعصية ما يمكن علاجها. فسرطان القولون ممكن أن اكتشافه في الحالات المبكرة اللي هي من يسمونها يعني قبل وقوع السرطان، وإذا اكتشف هالمرحلة هذه معناته الواحد يشيل الأشياء اللي بتكون لها ممكن تتطور لسرطان، معناته أصبح يعني شفاء كامل. اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة واللي هي من ضمنها مكافحة السرطان من أهم أهدافها الكشف المبكر، كل ما كشفنا مبكرا على هذه الأمراض كل ما عالجناها مبكرا وقللنا من المضاعفات سواء على الفرد أو على المجتمع أو على تكاليف هذه الأمراض. لازم يعرفون أن سرطان القولون للكشف عنه إجراءاته بسيطة كعمل فحص، ثم بعد ذلك إذا ثبت أن هذا المواطن أو هذا الشخص عنده ما يعني أن هناك دم، فهمت علي؟ معناته أنه يحتاج إلى فحوصات أخرى. إيش الفحوصات الأخرى؟ اللي هو عمل المنظار. المنظار عمله مو بشيء سهل، يحتاج إلى خبراء ويسمونه في الطب انفيزيف. اكتشاف المرض مهم جدا. 66% من المرضى إذا تعالجوا في شفاء تام. الكشف المبكر يحمي من السرطان. الكشف يكون بسيط جدا بعمل أخذ عينة وتقديمه في مستشفى الملك حمد أو المراكز الصحية، وبهالطريقة نقدر نكشف ونحمي من سرطان القولون. خلال هاي الحملة اللي ابتديناها في 13 جون 2019 مستمرين فيها لين الحين، كشفنا حق أكثر من 10,000 مواطن مقيم في البحرين، وكشفنا عن تقريبا 28 سرطان أغلبهم في مراحل مبكرة، غير لحميات قبل سرطانية 103 وزيادة باستئصالهم حمينا المرضى من السرطانات.